بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بكمل دلوقتي مع بعض المرجع التعليمي العربي لبرنامج اوتوديسك لاند ديسك توب. وصلنا عند الحلقة رقم 2، الحلقة بعنوان ادخال النقاط او امبورت بوينت. توجد اكثر من طريقة لادخال النقاط الى البرنامج، وسوف نتناول كل طريقة بالتفصيل. لو جينا مع بعض ندرس الطريقة الأولى هندخل النقاط عن طريق قائمة بوينت ونقول له import point ونقول له import point. في الحالة دي هدخل النقاط من ملف خارجي. ملف خارجي بيبقى غالبا ملف تكست او ملف اكسل. الملف ده اللي انا بجيبه من التوتال ستيشن بسيفه بامتداد معين. الامتداد ده ممكن يبقى enz space delimited او اي امتداد من اللي احنا شايفينه قدامنا دول. طيب يا جماعة الامتداد دي معناها ايه؟ لو افترضنا ان انا بتكلم عن البي ان اي زد والدي، البي تمثل رقم النقطة، الان تمثل احداثي الشمال اللي هو النورث، الاي تمثل الايست احداثي الشرق، والزد تمثل المنسوب اللي هو الاليفيشن، الدي تمثل وصف النقطة يعني النقطة دي في القط او الفيل زي ما انا عايز. يبقى اصبح دلوقتي البي ان اي زد دي معناها الرقم شمال شرق منسوب ووصف. تكون نوعية الادخال زي ما اتفقنا حسب الحفظ اللي احنا حفظناه في الملفات التوتال ستيشن بنفس الامتداد، لان انا ممكن ادخل بامتداد مختلف يعني بي اي ان زد بدل بي ان اي زد، يصبح الشكل مثلا الطريق بدل ما هو كده يصبح رأسي لفوق لان عملت ايه تبديل في الكوردينيس او الاحداثيات. طب لما اجي استورد الكلام ده هيقول لي ايه؟ وصف لي الكلام ده في شكل مجموعه. اقول له وصف لي المجموعه اللي انا عايزها واجنور واستورد النقط ونشوف الكلام ده بالتفصيل. لو دخلنا على البرنامج هقول له بوينت وامبورت امبورت بوينت، هيقول لي اوكي هيعمل لي امبورت البوينت. طب دور على الملف اللي انا هعمل له امبورت على الجهاز. طيب هقول له الامتداد بتاعي البي اي ان زد space limited واقول له نقي لي ملف وليكن الملف all eg. الملف ده اللي استخدمه المهندس الكبير فواز العنسي في تعليم بتاع اللاند خاص بيه، انا فضلت ان انا اشتغل عليه عشان هو شامل وكبير. كل الشكر والتقدير الى المهندس فواز على مجهوداته العظيمة. هقول له ignore واوكي. بيبدأ الملف او البرنامج فيه عمل امبورت للنقاط بتاعتي. بيجين ترانسفير، طبعا النقاط عددها كبير فبتاخد وقت. بنشوف لو في اي رسالة خطأ بتظهر عندنا، بس ان شاء الله مش هيبقى فيه اي رسائل خطأ. البرنامج بيعمل امبورت للنقاط، بسيبه يخلص براحته خالص. تمام، بعد كده هتفرج على شكل النقاط لما يحصل لها امبورت. تايم ريمينينج 12 ثانية 10 ثواني ويخلص. انا بعتذر لان عدد النقاط كبير لان انا محتاج اعمل مشروع قوي يفيد المهندسين زمايلنا، مش مجرد مشروع مثال بسيط، احنا بنعمل مشروع احترافي من الالف الى الياء. بياخد وقت شوية. خلص البرنامج توصيف النقاط او استيراد النقاط الى البرنامج. هشوف دلوقتي النقاط راحت فين. طبعا مش شايف قدامي اي نقاط. طب اشوف الكلام ده ازاي؟ بمجرد الضغط على الشاشة بالاتنين سكرول بالماوس مرتين اعمل زوم اكستنت وهيجيب لي شكل النقاط اللي انا عملت لها امبورت. طبعا شايفين دلوقتي المشروع ده طبعا مش غريب علينا وشوفناه قبل كده، مشروع كبير وكويس وسهل دراسته وهيعلمنا حاجات كتير ان شاء الله. بكده يبقى انا خلصت خطوة الامبورت للنقط ونكمل مع بعض ان شاء الله.